إن شاء الله راح نتكلم عن تعريف الإمساك. تعريف الإمساك هو القبض، وهو عبارة عن مرور صعب للبراز أو قلة في عدد مرات التبرز أقل من 3 مرات في الأسبوع. والإمساك أيضا يمكن أن يشير إلى صلابة البراز أو شعور بالإخلاء الناقص الموجود في الأمعاء الدقيقة. هذا أول تعريف من تعريف الإمساك. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن مسعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.